سيد إخمن، صدقني نحن الصهاينة لو ما كنا يهود كنا صرنا نازيين. هي عميقة وحقيقية بحيث ممكن تشكل قاعدة للتعاون. أنتوا النازيين بتعتبروا العرق النورماندي من الشعوب الكاملة والشعب الألماني أكملهم، ونحن كمان بنعتبر اليهود شعب كامل والصهاينة أكملهم. بس نحن بنعتبر مثل ما أثبت العلم أنه الشعب اليهودي هو أسفل الشعوب. مو مشكلة، المهم أننا منتشابه بالمبادئ.